حلو هون ندخل في التفاصيل بتاعتنا او الموقف العمليات بتاعنا يا اخوانا. الظاهره بتاعت التفلتات او نحن بنقول عليها 93، في ناس لافين ولابسين كاكي وما عليهم علاقه باي وحده عسكريه، ناس شفشافه فقط، شفشافه لابسين كاكي ولافين. في الحاله دي الواجب على الدولة انها تعمل حملات مشتركة، ودي كان خليك من الحرب قبل الحرب كان بتكون في العساكر اللي بيمشوا بيقعدوا في الجنبات، تلقى العسكري ماشي اثناء الخدمة تلقاه غيابه ذاته ولا تلقاه هروب ذاته 110، لابس كاكي ده يمشي حشد ست الشاي تلقاه قاعد وقاعد له مع ست شاي، وغير كده يشتغلوا تمنيتين يرهب الناس، والافعال تنسب لمنه للقوات المسلحه او تنسب للشرطه او تنسب لجهاز الامن المخابرات، فهذيل لابد من مكافحتهم ومجابهتهم حتى بالسلاح. الزول ده فرقه من الجنجويت شنو؟ فرقه من الجنجويت شنو؟ والعائله دي اللي بيجيبوا الكلام بيرتكبوا جرائم وبيجيك واحد زي صاحبك ده، صاحبك الوهمي بتاع الخيال ده اللي بنسج موقف عملياته من راسه، القاعد مجغني هناك وقاعد يتخيل ويكبر في كوم الجنجة ويسيق في الجيش، بيجيك زي ده بيكتب بيقول لك مخالفات وتفلتات الجيش، بيقول لك كده تفلتات ومخالفات الجيش. فهذيل اللي كان في يعني مواجهات بينه او حملة، وده من حق الدولة انها تعملها، ولا كان ما عملت كده ما في دولة ذاته، ما في دولة ذاته. الناس زعلانة في شنو يعني؟ ناس بضربوا رصاص طايش، بنهبوا دكاكين، بيجيك بصفة انه عسكري جيش، بيجيك بصفة انه تابع للجهاز، بيجيك بصفة انه بوليس كده يعني. فعشان كده لابد من مواجهتهم، ده الشيء اللي حصل. اما خلاف ذلك ما في اي حاجة، ما في اي حاجه غير انه كرر دي الليله جلدت لك الجنجه ديل جلد مدفعيه زي المدفعيه، رصعتهم لك رصع صح. وبالاضافه للموضوع بتاع التفلتات ده، طيب جهاز الامن المخابرات، جهاز الامن المخابرات انا ما عارف قايته القائد الان الموجود على راس جهاز الامن المخابرات ده شنو ده جبته من وين ده لا بيشبه القياده ولا عنده كاريزما بتاعت قائد ولا بيعرف شغل بتاع جهاز ذاته، ايش ده؟ ايش نقول ده؟ جهاز الامن قال لك مجلس الامن يضغط على الامارات حتى توقف دعمها، ده كلام شنو ده؟ انت مالك من كلام زي ده؟ انت زول كبكنجي، زول في الجهاز اشتغل شغلك، مالك من المناشدات وترقد لجنو؟ انتوا الامارات دي خايفين منها لجنو؟ سؤال، الامارات دي خايفين منها لشنو؟ حتى البرهان بتحاشى انه يجيب سيرتها. يا اخي نازل ولد السنه منك نازل قاعدين يدعموا وقاعدين يشتروا في مرتزقه يجيبهم، قاعدين يدخلوا في سلاح، قاعدين يدعموا بكل انواع الاسلحه، واقفين مع الميليشيا دي ليه سراوي للميليشيا اللي بيجوا ده فعلا الامارات؟ انت ليه بتتحاشاه في خطاباتك؟ وكمان بتناشد مجلس الامن انه يضغط على شنو؟ يضغط على شنو؟ نازل اديك الزيت هسه الان في الزروق وفي الحتات دي في ضباط بتاع مخابرات اماراتيين قاعدين بيشرفوا على عمليات وصول السلاح، بيشرفوا على عمليات وصول السلاح. وقبل اليوم الطيران جه فيهم اربعه ضابط تابع للمخابرات الاماراتيه، انت ما قلت الكلام ده يعني؟ لا البرهان ده انا ما اعرفه، الزول ده نايم، البرهان ده في عالم تاني، البرهان ده الحاصل عليه شنو؟ يا اخي الامارات دي ما في دول استطاع انه يجابيها بالحقيقه الا ياسر العطا، والقحاطه قوموا الدنيا وما قعدوها. الامارات الداعم الرئيس للميليشيا دي تدين في خطاباتك، تعلن عداك، تقطع علاقاتك معاه، تجيب السفير ده ياخذ كفين شفته ويتربط طياره قامت زيه زي زول بيقتل فيك. سفيرة ذاته يرجع لشنو؟ أنا ما أعرف المصلحة بين البرهان والإمارات شنو؟
اللي بتخليه جابن للدرجة دي، واجهزته الأمنية تترقد بالدرجة دي. إيش نعم مفضل ده كلام شنو تقول فوق ده انت؟ ده كلام شنو بتقول فوق ده؟ كلام ما بيشبهك. خلي الشغل ده للدبلوماسي، انت زول رئيس جهاز امن المخابرات، اشتغل شغلك، حق حقك. بلد مليانه مؤامرات، مليانه مؤامرات، تترقد لشنو انت؟ يترقد لشنو؟ يترقد لشنو؟ نازل كله والله انا قايته شفت غير ياسر العطر ده، ما شايف زول كده فيه امل. والله غير ياسر العطر ما شايف زول فيه امل. القرآن يظهر لك بشخصية كده ويوصل لك رسائل، ولو سمعته بيتكلم والله تحلف تقول الزول ده هسه بتقدم الصفوف بنفسه وتعيد شغال شغل بعرفه. عين للمجتمع الدولي يا هذول الحالة دي ما اشتغلت وخشيت فيها واشتغلت شغل خشن واجبرت المجتمع الدولي ده. المجتمع الدولي ده بيعرف لغة واحدة، المجتمع الدولي ده بيعرف حاجة اسمها القوي، تقعد تعتمد على الإدانات والشجن وعلى أنك تعرف الميليشيا أو تعرف العالم أو على الميليشيا. هذا موضوع منتهي. يشتغل شغلك، يشتغل شغلك. أنت الآن هسا معطل الشغل في حتات كثيرة يا برهان. هسا أغلبية الانتصارات اللي حصلت دي والله اجتهاد بتاع قادة ميدانيين، اجتهادات بتاعت قادة ميدانيين أغلبية الانتصارات اللي حصلت دي. أما أنت ود الحسين يا أخي، أنا بتكلم معاك بكل أدب بكل احترام، والله لا بنسيئك ولا بننبز ولا عندنا معاك شغلة يا أخي. إحنا دايرينك تكمل حربك اللي بديتها دي. إخواننا الزول ده يا أخي ده طبق من ذهب يا أخي. أنت الآن الفرصة قدامك، أنت ممكن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. كيف بقطعك على الجنجوي؟ انت ممكن تغسل ذنوبك الزمان دي كلها بشنو؟ بقطعك على الجنجويد؟ ممكن تصلح غلطك بيبلك وشغلك الجاد دي على الجنجويد؟ فك القشم ده في كل المحاور دي، يشتغل واحد اثنين ثلاثة. هسه انت موقف ناس الجيلي، ناس الجيلي برنامجهم شنو؟ ما هم دي الضباط اللي احنا متواصلين معاهم في نوع معين من الاسلحة دي. ده زمنه المفروض يشتغلوا بيه. لا انتوا معتمدين على حاجه معينه، معتمدين ان النازل يسلموا ده خيار، دايرين الموضوع ياخد رواج. نفس موضوع النزاع، تكتر الشائعات تطلع وتنفو، تكتر الشائعات تطلع وتنفو. وريني الان الناقص من اقتحام القشم المحاصر الجيل ده شنو؟ وصف الجيل شنو؟ وريني بس، وريني اللي بيمنع الجيش يقطع الان كويس الكبائر دي ويبدا يشتغل بقاده في البحر شنو؟ بس وريني. كان جزر الحلفايه بقاده كان بين الفتحاب، ده كلام ما دارين نقوله، تكتيك ما دارين نقوله، معروف الجيش بيطلع من وين وبينضم وين وبلاقي الجيش منه وببدا يشتغل وينفتح وين ويتحرك وين ويبدا عمليات ارضيه واسعه 200. انت ما حاسين بالمواطن ده ولا شنو يعني؟ مهما نازل ينتصر ويحقق انتصارات، انتوا مصرين 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 انه تريحوا الجنجة يا اخي. الجنجة ده قال لك فاقدين الجيش الان، الاستراتيجية بتاعته دي تفتقد لعنصر المباقتة. الجنجة ده دقم مدفع، دقم طيران، افتح عمليات في كم محور في آن واحد، في آن واحد. ده الشيء البعجل بحسم الجنجة، لكن على القسم خلاف ذلك احنا بس نقعد ننتظر كده، بس نقعد ننتظر كده، نقعد ننتظر كده نشوف يعني. حسن جيلي ده والله اقسم بالله العظيم هو ده كلام ضابط مع القوة دي. فضلينا شنو عندنا؟ انواع بتاعت اسلحة موجودة متوفرة لدينا، ليه ما نستخدمها؟ بس ليه ما نستخدمها كده؟ سؤال، ليه ما يستخدموها؟ ولا قاعد تعمل لنا برضه الموضوع احتفال ويعملوا له عرض وقوم ولا الناس هذا
يوم استغلال الطعم بتاع الانتصار. ده كلام غريب جدا جدا، كلام نحن نسكت عليه. خلاف كده يا اخي الاجهزة الامنية ميتة ما شغال، نازل قاعد للتحشيش لحد الان ما عندهم احساس بالمسؤولية. والله يا اخواننا الحرب دي قايتو انا ما عارف، يعني الحرب دي ورتنا معادن الناس، الحرب دي ورتنا انه احنا قاعدين في السهلة، بالذات الولايات دي والله نازل قاعدين في السهلة يا اخي. اختراق بصورة كده عجيبة ورخصة يا اخي في ظل الحروب دي، انت عسكري عندك ناس بموتوا هناك، بموتوا عشان البلد دي ما احتلوها الدنيا دي، انت قاعد مد يدك في الارتكازات، مد يدك في الارتكازات في التفتيش، مد يدك كل المناطق الامنه الان المافيا جنجاوي دي التفتيش بتاع العساكر مادين يدهم بيستلموا بيستلموا الرشاوي، لا في جدية لا في ضباط كبار قاعدين معاهم في التفتيش دي، شنو عميد شنو لواء شنو فريق ما تجد انت مكانك المكتب هسه دي ايام بتاعت مكتب ده اللي بيحصل. طيب عشان ما نكتر الكلام على الناس ندخل في الموضوع بتاع الجغم او البل الحاصل الليلة. طبعا الجماعة حاولوا، وطبعا دايما محاولة الجنجويد كويس انت بتشوفها هجومية لكن في الاصل هو دفاع، يعني الجنجويد اتحركوا وهاجموا بعد دفاعات الجيش اتيان الشجرة بغالب هناك الدروع تم بلهم بنجاح، وحتى بدأ التمشيط وبدأ الشغل وسواقة صح الليلة، المجنزرات دي ساقة الجنجويد دي سواقة صح، دي قامت فيهم عدد كبير من الجنجة وكبتتهم خسائر تقيلة. وأصلا هجومهم ده لو لاحظت كده ده اليوم الثاني هجومهم ده في الأصل هجوم دفاعي، هم بيدافعوا بالهجوم، قاعدين يعني مجننين في الرواة هناك بسكناتهم. انا ما اعرف الجيش ما داري تقول الرواد ليه ما تدق، انت قال فيها مواطنين ولا شنو فيها جنجويد قاعدين هناك دقهم يا زول، اقنع منا اجيبها فين دقهم، خليهم الناس يكونوا قاعدين في الفضايا بدل كل مره يجوا يهاجموا لك ارتكاز من الارتكازات بتاعت الجيش، دقها وقول لهم سوقهم بس. بحمد الله الدروع لقنوا جنجي درس لم ينسوه كالعاده، هم مجربينهم طبعا مجربينهم معرس انه معرس الدروع ده معرس الجنجويد عرس عديل الجنجويد ديل كويس معرس انه عرس عديل منتظر حبوبتك يا احمد يوسف كويس معرس انه معرس عديل بل لهم بل كده لمن قالوا ما دايرين. طيب نجي لغربي ام درمان، غربي ام درمان كان فيها شغل بيختلف، فيها بل بيختلف جلد زي الجلد من امس الجلد بتاع المدفعيه والجلد بتاع المسيرات والجلد بتاع الطيران، والليله كمان شغل سواق عديل كده في الواطه بل زي البل بل عديل ما فيه اي اثنين ثلاثه بل زي البل اقسم بالله العظيم، تقدم ملحوظ للقشم قربي ام درمان فضل جنوب ام درمان فقط، وفي الايام الجايه ان شاء الله الجيش بيتحرك عليه. الليله الجيش قاتل أكثر من 30 في قرب أم درمان ومدمر أكثر من 7 عربات قربي أم درمان، وزي ما قلنا لكم إخواننا العودة أسر كثيرة رجعت واستقرت وقاعدين، أسر كثيرة أسر ماذا يعني الرجوع الفترة الأخيرة دي بقى رجوع بالجملة ما رجوع بالقطاعي، الناس شافت إنها أحسن تيجي تستقر جات راجعة بدفعات جات الآن مستقرين وبدت الحياة ترجع لطبيعتها وبدت بعض من الأسواق المسقرة تشتغل والناس ممشية أمورها، وبالإضافة للحملات القائمة بها الجيش مكافحة المتفلتين ومنتحلين صفات القوات النظامية الحمد لله رب العالمين، بالإضافة للمدفعية بتاعت كرر برضو جلدت الجنجويد الليلة جلد
تقيل جدا جدا، بلتهم بل ما بعده بل. اما جنجويد بتاع جنوب صالحة او جنوب ام درمان، كويس جنوب ام درمان ان شاء الله نحن يعين عليكم والله. تشوفوا بلة بتقول ما داري باذن الله، باذن الله والله العظيم تشوفوا بل لم تقولوا ما دايرين. وبين الايام وهي متعاون هناك والله بالراسك اقسم بالله، لم نتكلم معك قتل بالراسك. طيب الملاحظه الليله 27 اسره قادرت العاصمه، ثلاثة دفارات مليانه عفش يا اخو. والله انا قوه عين في الجنجه دي ما لاقتني يا اخوانا. الناس اللي بيحبوا الحرام بيحبوا الحرام بيحبوا الحرام حب بطريقه كده يعني. الناس زي القالعين حق الناس، رافعين ثلاجات ورافعين غسالات ورافعين بوتجازات، كويس، ورافعين عفش الناس وراكبين بيشفعهم بأطفال هاربين ماشيين ماشيين الغرب. 27 أسرة طلعوا صباح اليوم يتخارجوا، ومتوقع لسه وبيطلعوا بالقطاع، لكن دي دفعة واحدة 27 أسرة، ودي معلومة من جوا شغل دقيق. وقفوهم فترة وقعدوهم وراجعوهم وفي النهاية سمحوا لهم بالمغادرة. قوة عين يا أخي، الناس دي الليل هدوم اللابسينها هدوم الناس، الليل هدوم اللابسينها هدوم ناس. أنا والله العظيم احترتها في الجنجوي الدل، الناس دي يحبوا حق الحرام ويمشي هناك تقوم فوق حريق يقعد يبكى الطيران يدقوا يقعد يقول لك قال الطيران حق البرهان، الطيران يدقوا يقعد يتبكى انك انت حرامي. عشان كده الايام دي ربنا ابتلاكم بحرائق بدون اي اسباب، بس تلقى السوق ولع. كلام جميل ابراهيم، لك التحيه. وزي ما قلت انه التفلتات الامنيه دي يجب حسمها، لانه الاحزاب السياسيه دي بيفتشوا يعني اي ثغر عشان يدينوا الجيش السوداني، وبقوموا بيشتغلوا بشغل الوسخان ده باسم القوات المسلحة. لكن احنا عندنا كل الثقة انه عسكري قوات الشعب المسلحة ده لا يمكن ان يسرق او ينحب او يمثل بانتصار مزيف، كلامنا مرفوض. وخير دليل على ذلك يعني لما يجي الجيش يخشوا اي حي للتمشيط، كل مواطن بيكون فرحان وبقوا بيزخرط وبيستقبل قوات الشعب المسلحة. فكلام بقوله كله تمثيلات من الاحزاب السياسية دي، الناس المعاونين للجنجويد دي بفتش إدارة الجيش السوداني. والله زي ما قلت كلام حقيقي، في شيء ما مفهوم في قيادة حقنا. وأي سوداني أعرف وعالم كله أعرف إن الإمارات هو مسير الهرب ده، والجيش عنده 500,000 دليل إنه يدين دولة الإمارات. برهان والكباش ده يوم واحد زول كده جاب سيرة إمارات ما في نهائي. أي مسؤول قبل كده فات إمارات تهم حوله الشكوك طوالي، لأن الناس دي لأخوانا وجد كده بيشتغلوا شغل وسخان مع السياسيين والمشاهير. اي زول بيجي في دولته هناك بيشتغلوا شغل وسخان، واذا ما قدروا عليك نازل ممكن بيصوروك انت ومرتك في السرير ذاته، ممكن بيصوروك. وكلام ده بالدليل ثابت، قالوا واحد صافي من لبنان يا سلاتة ده عمره ما فات امارات. نفس الكلام بيقول يا سلاتة ده كلام على لسان كل شعب السوداني. فالبشير ارتكب خطأ باسم المؤسسة العسكرية وفي حق شعب السوداني، وبرهان جاء بدل ما يصلح الخطأ قام كبر الميليشيات ويدافع الى الضغوطات الدولية ديل، بقاو لك ديل اقوى من الجيش وصلهم تسليح حديث، فقاموا ضيعوا البلد. والان فرصة جاتكم قدامكم انه القيادة انه تصلحوا الخطأ اللي عملتوه ده. والله العظيم اذا نظفتوا جنجوي ديل والاحزاب ديل ورجعتوا الناس اللي شردوهم من قبل 20 سنة ديل رجعتهم الى غراهم، والله ده بضمن لكم انكم تحكوا ويكون افو ذاتي في حقكم. نازل بعفوكم عديل كده، لكن عندكم فرصه قدامكم يا اخوانا والله انحوا الميليشيات ديل والاحزاب ديل ونضف البلد. والله نازل بدوكم ورقه بيضاء كده تبدو حاجه جديده. الخوف من المجتمع الدولي والله ما يبني دوله يا اخوانا، جد كده يعني. الخوف من المجتمع الدولي بسوقنا الى نفق ضيق شديد.